ولمزيد من التفاصيل أوفى مشاهدينا ينضم إلينا من جنوب لبنان عبر سكايب السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. نرحب بك معنا أستاذ علي. حقيقة يعني كما استمعنا وتابعنا حنان قبل قليل هي تقول أنه هناك تحرك الآن، هي تقول أن وزير البيئة والاقتصاد موجودان في السرايا الحكومي لتقديم استقالتهما على ما يبدو. لو عند حضرتك إلمام بكل هذه الحركية الآن أو حتى كواليس الاستقالات، ما الذي يجري أستاذ علي؟ يعني باختصار هو خروج من المركب قبل أن يغرق، لأنه واضح حجم الاحتجاج الشعبي والغضب والاعتراض والتحركات التي شهدها لبنان أمس في الشارع ولا سيما في بيروت، يعني كلها عرت الحكومة وزادت في يعني هشاشتها، وبالتالي القيام بعض الوزراء بالاستقالة هو يعكس بجانب منه يعني محاولة استنقاذ أنفسهم، لأنه البقاء في هذه الحكومة أصبح الحكومة العاجزة والحكومة المسؤولة عن يعني كل ما وصل إليه لبنان على الأقل في مقاربتها للأزمات منذ عدة أشهر، يعني وهذا ما عبرت عنه حتى وزيرة الإعلام أنه نحن لم نستطع أن نفعل شيئا، يعني هذا أقل ما يقال، وبالتالي هؤلاء يخرجون يعني لينقذوا أنفسهم إذا صح التعبير وليحافظوا ربما على ما تبقى لديهم يعني من حضور. طيب أستاذ علي، يعني مع تأكيد أو انتظار تأكيد هذه الاستقالات لوزيري البيئة والاقتصاد، هل يتوقع استقالات جديدة في الحكومة؟ وكم عدد الاستقالات إلا على أساسها تكون الحكومة قد سقطت؟ أنا بتقديري حتى الآن ليس هناك قرار من الاستقالة، بمعنى أن الذي عين الحكومة لم يصل إلى مرحلة يريد هذا التغيير هذه الحكومة، ولذلك جزء كبير من الوزراء لا يستطيعون أن يستقيلوا بتقديري، هم محكومون للسلطة التي عينتهم، يعني من يخرج الآن يعني ربما هو لديه حد أدنى أو لديه حدود من الاستقلالية التي تتيح له الاستقالة، لكن القرار السياسي حتى الآن لا أعتقد، لكن هذا يعكس الاهتراء والاهتزاز الذي وصلت إليه السلطة وهذه الحكومة كتعبير عن التحالف القائم اليوم يعني ضمن ما سمي التسوية الرئاسية والتي يعني جمعت بجوهرها بين الرئيس عون وحزب الله، وبالتالي هذه تداعيات برأيي التفجير الذي حصل أخيرا، أيضا المواقف الدولية والمؤتمر الذي سيعقد بعد يعني الساعة الثالثة بتوقيت بيروت في يعني في فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي للدول المانحة بما يتصل ب يعني الإغاثة إذا صح التعبير. طيب، وكيف يمكن أن تدفع إلى لبنان، كل هذه العوامل والظروف برأيي يعني تدفع لمزيد من يعني أن نشهد في المرحلة المقبلة مزيد من الاستقالات ومزيد من المواقف التي تظهر بأنه هذه السلطة انتهت، يعني بمعنى غير قابله. طب استاذ علي، غير قابله لان تدير الاوضاع. في مشهد الاستقالات داخل البرلمان كذلك دعوه من رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع لمقال انه جمع ما يكفي من الاستقالات لضمان اجراء انتخابات مبكره، ما الذي يعنيه ذلك؟ ولماذا القوات اللبنانيه؟ وكم يعني في تقديرك إمضاء مطلوب هنا لكي يمكن أن يكون هناك انتخابات مبكرة فعلا؟ ليس المهم برأيي يعني الموقف القوات اللبنانية، لا أعتقد أنه يعكس الجانب الدستوري في الموضوع، و يعني مجرد خروج القوات اللبنانية من مجلس النواب وإذا أمكن بعض القوى الأخرى أن أيضا تستقيل فيفقد المجلس النيابي بمعزل عن البعد الدستوري، والأزمة اليوم ليست أزمة يعني بمعنى أنه المطروح الإشكالية الدستورية، اليوم هذه السلطة تعرجت وهذا المجلس النيابي فقد يعني شعبيته وفقد شرعيته إذا صح التعبير بالمعنى الشعبي، لذلك أنا أعتقد البعد الموقف القوات اللبنانية له بعد سياسي يتصل ب اولا العلاقه مع الحلفاء، ما يفترض انهم حلفاء وهم يعني ربما ليسوا لم يعودوا كما كانوا في السابق، يعني اركان يعني الحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل، الى جانب انه ايضا لا شك كما تعلمين هناك خيوط تواصل مستمره مع حزب الله، لا شك انه حزب الله هو الممسك بالسلطه، وربما بعض القوى
تريد على الأقل أن لا تذهب في مواجهة يعني بالمعنى الحاد مع حزب الله، وبالتالي تريد أن يعني أن تقوم بخطوة مدروسة تضمن لها على الأقل يعني أن لا تدخل في مواجهة حادة. وأنا أعتقد هذا البعد اللي يحكم يعني البعد الحلفاء وبعد أيضا الخصوم والعلاقة مع الخصوم تحكم اليوم موقف القوات اللبنانية وحتى موقف الحزب التقدم الاشتراكي الذي لم يعني يستقل أحد من نوابه إلا إذا اعتبرنا مروان حمادي الذي استقال أول من استقاله أنه في ضمن يعني زعامة وليد جنبلاط، وبالتالي يعني في واحد مستقيل على الأقل لكن ليس عضوا في الحزب التقدم الاشتراكي. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا عبر سكايب السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية.